قول الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، هل إنما النسيء زيادة في الكفر، هل هذا دليل على أن الكفر يزيد وبالتالي فهو ينقص مثل الإيمان؟ الكفر هو الكفر بالله عز وجل، وهو ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر يخرج من الملة، كفر أصغر، فهو ما هو شيء واحد، منه أصغر ومنه أكبر، ومنه كفر شديد ومنه دون ذلك. لكن ما يقال أن الكفر يزيد وينقص، قال أن الكفر فيه أكبر وفيه أصغر. نعم.